مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك، يوميا من السادسه وحتى السابعه في ساعه بنتناقش في قضيه بنستنى فيها رايكم، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال ارقام تليفوناتنا اللي بتظهر خلال ساعه كامله على شاشتنا. يمكن بنتكلم النهارده زي ما انتم شايفين في اسئلتنا عن تاجير مصانع الغزل والنسيج في قطاع الاعمال. وزارة الاستثمار والحكومة كانوا وافقوا على خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج بتأجير مصانع قطاع الأعمال العام المتعثرة ونقل 8 مصانع من أماكنها لمناطق سكنية وبيع أراضي المصانع للاستفادة بأن هم الفلوس اللي هي هترجع لهم من جراء بيعها في إقامة مصانع جديدة مع الحفاظ على العمالة وعلى حقوق العمال فيها. طبعا الشركة القابضة بتمتلك وبتدير 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام. الشركة القابضة للغزل والنسيج تلقت عرض سعودي للاستثمار في شركات الغزل والنسيج اللي هي تابعة لقطاع الأعمال العام، والشركة دي اللي هي الشركة السعودية متخصصة في تصنيع الملابس الداخلية والملابس الجاهزة الرجالي. وفد من الشركة قام خلال الأيام اللي فاتت بزيارة 3 مصانع قائمة بالفعل بتتبع الشركة القابضة، ده من خلال مواقع في مصانع المنصورة والزقازيق والإسكندرية، وكان الهدف من هذه الزيارة هو دراسة مدى استعدادها للدخول في شراكة في خطة ثلاثية بتتضمن مرحلتها الأولى إنتاج 5.5 مليون قطعة سنويا لحد عام 2017. ردود الفعل من القيادات العمالية تبينت عن تأجير الحكومة أو عن قرار الحكومة بتأجير مصانع الغزل المتعثرة للمستثمرين إن هي تهدف لتطويرها وتشغيلها، في الوقت اللي البعض رأى فيه إن ده هيصب في مصلحة الاستثمار، لكن يتعين لابد من الحفاظ على العمالة منعا لأي تداعيات سلبية. البعض الآخر بيرى أن القرار ده ممكن يفتح الباب أمام الخصخصة من جديد ولكن بطريقة أخرى. المهندس شمس الدين النمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السيوف للغزل والنسيج رحب بالخطة وقال أن هي خطة جيدة من جانب الحكومة أن هي تقوم بتأجير الحكومة وتأجير الشركة القابضة للغزل والنسيج أن هي تقوم بتأجير مصانع قطاع الأعمال العام المتعثرة. قال إن المصانع المتعثرة لا تقدم أي شيء حاليا للقطاع، وبالتالي فإن عملية التأجير هتتيح فرصة لاستغلال المصانع ومضاعفة دخل شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، وده في النهاية بحسب ما بيقول هيعود بالخير على الجميع. المهندس النمر برضو قال إن هو لا يتوقع بل نفى وجود أي صلة بين فكرة تأجير المصانع وبين الخصخصة اللي البعض بيعترض عليها أو اللي بيعترض على بيعها لأنه ده هيكون خصخصة، فهو بيقول إن مفيش أي علاقة، وقال إن الخطوة دي جت بعد دراسة وبعد اجتماعات كتيرة جدا عشان يتم الوصول للشكل الأمثل لإعادة الشركات تحديدا شركات الغزل والنسيج المتعثرة. قال إن هي خطوة إيجابية وإن هي هتمكن الشركات من شراء الخامات. كمان قال إن ده هيكون حل إن هم هيعرفوا إن هم يشتروا الخامات اللي هم محتاجينها أو شراء الخامات اللي محتاجينها وكمان إعادة هيكلتها وتشغيلها بكامل الطاقة من جديد. الأمر ده نفسه بيؤيده أيضا محمد المرشدي، هو رئيس غرفة صناعة النسيج، اعتبر أن تأجير الحكومة مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال للمستثمرين بيمثل نجاح، لكن اشترط أن يتم تهيئة المناخ وحماية الأسواق ومكافحة التهريب. أيضا الأستاذة سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق وصفت قرار التأجير للمصانع المتعثرة وعلى رأسها مصانع خاصة بالغزل والنسيج بأنها خطوة مهمة في صالح الاستثمار بشكل عام، مع ضرورة إجراء دراسة مسبقة وجلسات مع أصحاب الأعمال والاتفاق حول الاحتفاظ بحقوق العاملين المتواجدين في هذه المنشآت، خاصة أن فيها أعداد كبيرة جدا من العمال، منهم مرضى منهم المدربين على العمل بشكل جيد أو بشكل جديد ممكن يتم اللجوء إليه في الفترة اللي جاية بعد تأجيرها، وفي النهاية قد يؤدي إلى الاستغناء عنهم. لكن سحر عثمان قالت برضو من وجهة نظرها أن وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية بتقف مع المستثمر ضد العمال لأنه هو صاحب الصوت الأعلى، وده هيخلق دوامات كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، وبالتالي إحنا أمام رأيين، رأي مؤيد لهذه الفكرة، فكرة تأجير المصانع المتعثرة، ورأي يرى أن هذه الخطوة تمثل خصخصة وبالتالي هي ضد العمال وبالتالي قد تضر في الآخر بالعمالة و ما يتلو هذه الخطوات. ده موضوعنا النهارده، هنتكلم مع المسؤولين، هنتكلم مع اصحاب الموضوع، هنتكلم معاكم انتوا كمان لو حابين تتواصلوا معانا النهارده خلال حلقتنا من رايك بصوتك. زي ما انتوا عارفين كمان اخر فقره في حلقتنا بتكون فيها مشاكلكم وشكواكم، لو حابين تشتكوا من اي موضوع بعيدا حتى عن موضوع حلقتنا النهارده في الفقره الاخيره. نطلع الفاصل، بعد الفاصل هنكمل معاكم، ولكن قبل ما نطلع الفاصل كالعاده
بنفكركم بأسئلتنا اللي طرحناها عليكم وموجودة خلال حلقتنا النهاردة، وهي كالتالي: عن تأجير مصانع الغزل المتعثرة للمستثمرين، هل يساعد قرار الحكومة بتأجير هذه المصانع في تطوير التشغيل والاحتفاظ بالعمالة؟ هل يساهم القرار في استعادة شركات الغزل لمكانتها وإحياء الصناعة من جديد كما يرى المؤيدون لهذه الخطوة؟ وأخيرا، هل ترى أنت قرار تأجير المصانع أفضل من قيام الحكومة بخصخصتها؟ أفضل ولا هو هو ولا مفيش فرق ولا إيه الأفضل من ناحيتكم؟ ده السؤال اللي احنا هنسألكم النهاردة. ثلاث أسئلة هنستنى فيها آرائكم المختلفة وهنتكلم مع المسؤولين بعد الفاصل في رأيك بصوتك. خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من رايك بصوتك. زي ما انتم متعودين، الفقره الثالثه بتكون فيها تعليقاتكم سواء بخصوص موضوعنا النهارده او لو حد حابب يكلمنا يعرض اي شكوى خاصه باي قطاع، سواء كان قطاع تعليمي، قطاع الصحه، الاقسام، الشهر العقاري، اي مشكله عايز توجهها، واحنا هنتواصل مع المسؤولين بعد الحلقه ونحاول نوصلكم ببعض عشان نحل مشكلتك الشخصيه اللي انت بتمر بيها. ولكن احنا النهارده زي ما انتم متابعين بنتكلم عن تاجير مصانع الغزل والنسيج في قطاع الاعمال، واللي وجدت بعض المؤيدين ووجدت على الجانب الاخر بعض المعارضين. خلينا نرحب هاتفيا بالدكتور احمد مصطفى، رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج. دكتور احمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. منورنا يا فندم. الله يكرمك. دكتور احمد، خلينا نعرف الاول تفاصيل هذه الفكره وهذا المقترح اللي وافقت عليه وزاره الاستثمار بتاجير الشركات المتعثره في الفتره المقبله للمستثمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك عارف ان قطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الاعمال العام بيعاني منذ سنوات من خسائر متتاليه لعدم يعني ملائمه الظروف الحاليه لصناعه الغزل والنسيج وزياده الاعباء، ومن اهمها زياده اللي هي اجور الاجور. نعم. العاملين تعدت ارقام مخيفه، ويعني على مستوى شركات قطاع الاعمال العام بلغت الاجور السنويه حوالي 2.2 مليار جنيه. طبعا الايرادات بتاعت الشركات ما تقدرش توفر الاجور. نعم. فبنضطر نلجا للدوله بتساعدنا في جزء تثبيت جزء من الاجور العاملين، لكن لازم ندور على اي مورد اخر. احنا لازم ندور على موارد جديده. ففكره التاجير فكره جيده، بس بشرط ان هي اهم حاجه المستاجر اللي هيجي ياجر المكان هيستفيد بالعماله الموجوده في المصنع. دي نمره واحد. نمره اثنين، هيضخ استثمارات. احنا في حاجه الاستثمارات، ما فيش موارد ماليه دلوقتي عشان نضخ استثمارات. فهو هيجيب استثمارات، مكان جديد، الات جديده، هيستفيد بالعماله الموجوده، هيطور المنتج بتاعه عشان ينافس في السوق الدولي والمحلي. فكل دي عائد بالاضافه لعائد التاجير نفسه هيعود على الشركه القابضه وعلى الدوله في نفس الوقت، وهتخفف من الاعباء اللي احنا بنلجا الى الدوله دايما ان احنا نغطي جزء بتاع الاجور. فهي فكره جيده جدا، ودي مش فكره بتاعتنا احنا بس، دي فكره سبقتنا فيها دول كتير جدا من الدول المتقدمه. يعني احنا عندنا موارد واصول كتير جدا جدا في قطاع الامان العام، لكن للاسف غير مستغله الاستغلال الكامل. تمام. والمستثمر ده هيتم اختياره بناء على ايه؟ يعني هيتم فتح المجال لان اي حد عايز ياجر يبقى في اختيار ما بينهم او عروض يتم تقديمها؟ هو حاليا يعني ما بدأناش في خطوه ان احنا نطرح، لكن جات لنا فعلا عروض ابتدينا ندرسها، وبنشوف دلوقتي الشكل القانوني اللي هنسير فيه نوع الايجار على اساس ان هيتحط طبعا في البنود ديت ان حفاظ على حقوق العماله وبعض الامور الاخرى. فهي البدايه فكره ان هي تقدم مجموعه من المستثمرين في بعض دول الخليج لتاجير بعض المساحات في مصانع الغزل عندنا لتخصيصها لانتاج بعض زي الجلباب السعودي او غيره اللي هيستفيد بالقطن المصري. يعني كل ده برضه هدفه ان احنا نرتقي بصناعه الغزل والنسيج اللي هتقوم اصلا على القطن المصري. تمام. والمستثمر اللي هيبقى هو المسؤول او اللي هيأجر هذه المصانع هيبقى هو المسؤول بقى عن صرف رواتب العاملين، واللي بيصل زي ما ذكرت الى 2.2 مليار جنيه؟ هي طبعا فيما يخصه، يعني هو هياخد جزء من المصنع. نعم. ف
فهيحسب بكل دقه تكاليف العماله اللي عنده قد ايه، هو اللي هيتولى عمليه العماله دي، تكاليف العماله بالاضافه زي ما قلت لحضرتك استثمارات، بالاضافه الى اي اعباء اخرى زي الكهرباء والغاز وغيره، بالاضافه بقى للايجار بتاع المكان نفسه اللي هيعود على الشركه القابضه، نقدر ندبر امورنا في مكان اخر. وبعد ما تم عمل دراسات واجتماعات، يعني وجدنا ان الحكومه او وزاره الاستثمار يعني هتستفيد قد ايه؟ يعني ايه المبلغ اللي كان بتدفعه ومش هتدفعه وبالتالي هتوفره للدوله من جراء هذا الاجراء؟ هو حقيقي ما لسه الصوره لم تكتمل، يعني دي البدايه، احنا لسه بادئين في اول الطريق، انما العائد هيبقى قد ايه لسه ما حسبش بكل دقه، لان احنا بقول لحضرتك اجورنا 2.2 مليار، رقم مخيف قابل للزياده، يعني مع بدايه كل سنه ماليه بيزيد بمعدل على الاقل 10-15%، فلازم الانتاج بتاعنا والايراد والعائدات اللي هتجينا تكون بتغطي ده وزياده عشان نقدر نعمل استثمارات. كل الشركات هيتم تاجيرها ولا عدد معين؟ لا مش كل الشركات، لا المتعثره الاصول الغير مستغله، يعني في بعض المصانع فيها اصول غير مستغله، يعني اماكن لم تستغل باستخدام الكامل، لكن مثلا هندي لحضرتك مثال زي شركه مصر المحله، دي قلعه كبيره جدا فيها 33 مصنع داخل الشركه. دي كلها احنا املنا دلوقتي وهدفنا ان شاء الله وقربنا نوصل له ان احنا تشتغل بكامل طاقه، يعني عايزين نوصل لطاقه 100%. دي مش هيعمل فيها تاجير ولا فيها اي حاجه، لكن في مصانع اخرى اهملت عنها الاستثمارات بقالنا فتره طويله جدا ما فيش استثمارات فيها، فاماكن يعني تكاد تكون خاربه، احنا بنعمر فيها دلوقتي. ودي عددها قد ايه تقريبا اللي هيتم طرحها للتاجير؟ يعني بالظبط كده حوالي 6-7 شركات لغايه دلوقتي. طيب اتكلمت على ان هيبقى في بنود بتحافظ تماما على حقوق العاملين، طيب هل ده هيبقى مضمون بشكل 100% بحيث ان ما حدش يتضرر من العمال والعاملين هناك؟ لا ما حدش هيتضرر ان شاء الله، لان هو في حاجه، يعني هو حتى في المستثمر اللي تقدم هو طالب يعني من نفسه، احنا ما فرضناش عليه العماله ولا حاجه، هو اللي طلب من نفسه ان هو يستفيد بالعماله المدربه اللي عنده عشان عايز يبدا انتاج. لكن يعني بعضهم يا فندم غير مدرب او غير يعني مؤهل للعمل باساليب معينه او اساليب جديده قد يلجا اليها المستثمر او المستاجر، فكيفيه التعامل مع هذه هيتم تدريبهم ان شاء الله لكي يتواجبوا معها. طبعا هيجيب تكنولوجيا جديده، احنا يعني خط انتاج مثلا لما يتم تطويره من عشرات السنين، فهيجيب مكن جديده وحاجات جديده بتشتغل طبعا بالحاسبات الاليه، فلازم هيحصل فيه تدريب للعماله، تدريب تحويلي عشان العماله دي تستوعب التكنولوجيا الجديده. يعني التدريب اسهل ولا ان هو يلجا الى عمال مدربين بالاساس ويجوا يشتغلوا على طول؟ لا العامل المدرب، يعني لو انت جبت واحد جديد، الجديد ده ما هو لسه هياخد برضه وقت للتدريب، لكن انا عايز عماله جاهزه فروم داي 1 من اول يوم هيشتغل هيجيب لي انتاج، حتى لو ما جابش بالطاقه الكامله هيتم تدريبه باستمرار لغايه ما يوصل للطاقه اللي هو اللي بيثبو اليها ان شاء الله. يعني مفيش مجال ان هو يقول انا هجيب عمالي؟ لا لا لا، ده اول شرط ان هو الحفاظ على العماله الموجوده في المصنع، دي اهم حاجه. طيب المعترضون اللي بيقولوا ان ده شكل من اشكال الخصخصه ولكن بطريقه جديده، وبالتالي احنا بنبيع بقى البلد وبنبيع الشركات، يعني ده بحسب راي المعترضين، فراي حضرتك ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، ده اولا مش خصخصه ولا بيع في اي صوره من الصور. ليه؟ لان اصلا الاصل موجود باسم الشركه القابضه او باسم الشركه التابعه، لم يتم التصرف فيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بينص في عقد الايجار على مده معينه وليكن مثلا استغلال الاصل ده لمده 10 سنين وبايجار شهري يعني رقم معين وبيزيد مع كل سنه. هيبقى هيجي في نهايه العقد هيسيب المكان ويمشي، وهيسيب الاستثمارات كمان اللي عملها، لان يعني مش هيشيل الحاجه اللي عملها، اي استثمارات تمت موجوده او مكن او غيره مش هيشيل حاجه، وهينصرف عليه كده ان شاء الله. مده التاجير قد ايه يا فندم؟ يعني هو لسه حتى ما درسناهاش دلوقتي، لان حسب الخطه دراسه الجدوى اللي هو بيتقدم بيها، هو عين الاماكن حاليا، بيعينوا الاماكن وبيشوف هيعمل دراسه جدوى يتمشى مع الموضوع ده، هل في حاجه، لان حسب الاستثمارات اللي هيضخها، هل عايز 10 سنين، هل 20 سنه، 25 سنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا اصلا اماكن احنا بنأجرها، يعني حد حضرتك مثال زي مثلا عندنا محارج القطن لها اسوار حوالينها مساحه مثلا وليكن 100 فدان، لها اسوار من بره، الاسوار دي عشان نستثمرها عملنا فيها محلات وبنأجرها للناس بعقد محدد المده بيجيب ايراد، احنا دلوقتي بندور على ايرادات، بس مش هنخل بالاصل، الاصل ما زال موجود زي ما هو، يورث للناس اللي جايين بعدين الاجيال الاخرى،
اما انا بستثمر المكان، انا يهمني دلوقتي سور موجود ملوش اي لازمه، لما اعمل عليه محلات واجرها هستفيد بحياتي. طيب ده من جانب المستثمر، يعني هو نفسه هيبقى هيضخ استثمارات في الاماكن اللي هيتم تاجيرها او الشركات اللي بيتم تاجيرها. هل وزاره الاستثمار او الحكومه هتقوم بعرض مشروعات معينه على المستاجرين؟ دي حاله من ضمن الحالات اللي بنفكر فيها، ان احنا برضو هنطرح مشروع معين ونطرحه على المستثمرين، يعني مش هو اللي جايب مشروع معين، لا احنا هنطرح مشروع معين وليكن مثلا مصنع جديد، من ضمن الخطه اللي احنا بنعملها في خطه طويله الاجل ان احنا هننقل بعض المصانع من الاماكن التكدس السكاني اللي هي جوه المدينه الى اقرب مدينه صناعيه في جنبها، يعني لا تبعد مثلا 10 20 كيلو. هننقل مصنع جديد هننشا على احدث مستوى، والعماله هي هتتنقل الناحيه الثانيه. في الحاله دي ممكن هنا بقى نشوف اي مستثمر يخش في 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 شراكه، يخش بالتكنولوجيا بتاعته في بالالات في الايجار، يعني حتى الان لسه في اطروحات كتيره جدا لم نستقر على اي منها. تمام. طيب دكتور احمد، اذا نجحت هذه الفكره في الفترة المقبلة في هذا المجال تحديدا، هل ترى ضروري تطبقها على مجالات أخرى بعيدا عن مجال الشركات الغزل والنسيج؟ أنا أتمنى كده، أتمنى ويعني من غير كده الحكومة برضو يعني عليها أعباء كتير، احنا لازم برضو نساعد، يعني مش كل حاجة هنلقي العبء على الحكومة. احنا عايزين برضو نساعد ونبتكر أفكار جديدة عشان ندبر أي موارد أخرى تساعدنا. مفيش أفكار تانية غير الفكرة دي؟ يعني دي كانت أول فكرة فكرتوا فيها وأول فكرة يتم تطبيقها، ولا كان في أفكار تانية؟ لا يعني دي أول حاجة إن شاء الله نفكر فيها، لكن في أفكار أخرى في الطريق، منها مثلا خصخصة الإدارة. خاصة الإدارة، إن يجي واحد يعني متخصص بروفيشنال في إدارة مثلا شركة من شركات الغزل والنسيج، ونعمل معاه تعاقد بالأهداف. أنت هدفنا إيه؟ إن تحول الشركة دي من الخسارة إلى الربح فترة معينة، ونحط شروط معينة وهنطبقها. هندرس كل دي أطروحات بقول لحضرتك. وكل هذه الأمور تضمن في نفس الوقت إن لا يتم ضر أي مواطن مصري أو أي عامل أو أي مدير أو أي موظف؟ ده يعني أهم شرط. ده أهم شرط. الحفاظ على العمالة بكامل حقوقها، بل بالعكس يمكن تزيد. على اساس تزيد ازاي؟ ازاي ممكن تزيد؟ ممكن يبقى في مميزات هيدفع ليهم عشان يشجعهم. فان شاء الله هيبقى في استفادة اكتر يعني. ماشي، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، نورتنا من خلال رأيك بصوتك. احنا عموما مكملين، وخلينا نشوف بعض الاراء المعارضة. يعني كان الناحية التانية احنا اتكلمنا على بعض في الفقرة الاولى، بعض الاراء اللي كانت بتؤيد هذه الفكرة. في البعض عارض، زي عبد الفتاح ابراهيم، هو رئيس نقابه العاملين بقطاع الغزل والنسيج، قال ان الامر ده يحتاج الى مراجعه، قال انه ده يعتبر خصخصه بشكل جديد. يمكن ده اللي نفاه الدكتور احمد مصطفى، رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج اللي بتضم 32 شركه للغزل والنسيج، قال ان هو يعتبر لا اي شكل من اشكال الخصخصه. الجانب الاخر يرى المعارضون انهم خصخصه. هو قال كمان ان ده يعتبر تاجير قطاع الاعمال العام شكل من اشكال الخصخصه، ويؤكد انه لا يتصور على الاطلاق ان يكون الامر ده حقيقي، لان قطاع الغزل والنسيج بيعمل على التطوير، بالاضافه الى عدم وجود مشاكل عند القطاع بحسب ما هو بيرى ان مفيش مشاكل. وطبعا الاغلبيه بتقول ان في مشاكل موجوده بالفعل. هو نفس الموقف ده موقف الاعتراض بيتبناه الاستاذ خالد توسون، عضو المؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه بالغزل والنسيج. قال ان وزير الاستثمار اتكلم بشكل مباشر من فتره عن عدد من المشروعات، وهي مشروعات الاستثمار وشراكه مع المستثمرين واعاده هيكله المصانع ونقل العمال لمصانع ثانيه. قال ان الشركه القابضه للغزل والنسيج تعمل لصالح الخصخصه. قال ان هي ايضا تسير على نفس نهج النظام القديم اللي اضاع حقوق العمال وحقوق القطاع العام بشكل عام. نفس التوجه ده بيعارضه، او اللي هو يعني قرار تاجير مصانع الغزل والنسيج التابعه لقطاع الاعمال العام، بيعارضه الاستاذ حمدي حسين، هو القيادي العمالي والنقابي السابق. قال ان منظومه الخصخصه ليها اكتر من شكل، وان تاجير القطاع العام هو جزء تمهيدي لبيعه، وان هو نفس الفكر اللي دمر عدد كبير جدا من الشركات وشرد العمال. يعني المعارضين واللي احنا هنتواصل مع بعضهم خلال حلقتنا النهارده شايفين ان في امور لا يجب السكوت عليها، وان ده في الاخر هيؤدي الى الخصخصه، وده اللي بينفيه الدكتور احمد مصطفى. هنقول ملخص سريع للي قاله. قال ان ده لا يمت باي صله بالخصخصه، وقال ان ده بيتم الاشتراط اي بند او اول بند بيتم تطبيقه مع المستثمر او مع المستاجر، ان العمال هنحافظ عليهم وهم نفسهم، ما ينفعش ابدا ان يجيبوا عمال من الخارج، ده بحسب ما هو بيقول. قال كمان ان ده هيحافظ على العمال، وان هم ان ده حل من حلول بتقدمها الدوله، وبالتالي يتم تطبيقها، لان الدوله مش قادره ان هي تدفع فلوس وصلت في كل شركات الغزل والنسيج الى 2 مليار
و200 مليون جنيه بشكل سنوي مع أجور بتزداد بشكل سنوي. قال كمان أن المستثمر ده هيضخ استثمارات، وبالتالي حتى لو أو التأجير خلص هيمشي وهيسيب الاستثمارات اللي عملها. هيتم تدريب العمال حسب ما قال حتى وإن كانوا غير مؤهلين في الفترة الحالية فيتم تدريبهم. ده كله بحسب ما بيقول اللي هو صاحب هذه الفكرة ربما الدكتور أحمد مصطفى. عموما احنا هنكمل معاكم بعد فاصل وهنتواصل مع بعض المعارضين نشوف رأيهم ايه. قبل ما نعرف رأيكم انتوا كمان بنفكركم الفقرة الأخيرة معانا شكاواكم في أي قطاع عايزين تتواصلوا معنا فيه بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من رايك بصوتك. في الفقره الثالثه بتكون معنا تعليقاتكم او اتصالاتكم لو حابين تكلمونا سواء بموضوع حلقتنا النهارده عن تاجير مصانع الغزل والنسيج المتعثره للمستثمرين، او لو حابين تكلمونا في اي مشكله اخرى تطرحوها علينا واحنا هنحاول نتواصل مع المسؤولين بعد الحلقه عشان نحلها لكم، سواء كانت في قطاع صحي، قطاع تعليمي، قطاع اي حاجه، او حتى كانت مؤسسه حكوميه معينه واجهت فيها مشكله تكلمونا واحنا هنحاول نتواصل ونعرض الحل على حضراتكم ونوصلكم باصحاب الحلول. احنا كنا اتكلمنا قبل الفاصل مع الدكتور احمد مصطفى واللي قال واللي هو بيؤيد الفكره تماما وشايف ان هي بتدر في الاخر حلولا للمشاكل اللي بتواجه قطاع الاعمال العام او شركات الغزل والنسيج تحديدا، وهو قال في الاخر ان هم 6 أو 7 شركات فقط، اما باقي الشركات فستعمل بنفس طاقتها بنسبه 100%. اما المعارضون فكنا اتكلمنا على الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم، هو اعتقد معانا على التليفون دلوقتي. استاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس نقابه العاملين بقطاع الغزل والنسيج. استاذ عبد الفتاح اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، نورنا يا فندم. الله يخليك يا فندم. استاذ عبد الفتاح، يعني راي حضرتك ايه في هذه الفكره، فكره تاجير مصانع الغزل والنسيج المتعثره واللي هي تابعه لقطاع الاعمال العام؟ والله الفكره دي حضرتك يعني والتصريح ده بقاله اسبوع بيتردد وانا مستغرب لهذا التصريح، يعني لا انا سمعته من الحكومه ولا سمعته من اي مسؤول، لكن لا اتصور اطلاقا يعني الفكره دي تكون محل يعني تنفيذ، لان التاجير هو نوع من انواع الخصخصه، واعتقد الخصخصه بمشاكلها وسلبياتها الماضيه ادت الى يعني خراب كبير للعمال، وخرج ما سمي بالمعاش المبكر اللي هو الموت المبكر، وخرجت الناس جلست على اهاوي المعاش المبكر. لا اتصور اطلاقا ان المرحله الحاليه في الدولة المصرية الحديثة يعني تتبنى هذه الفكرة، لأن من المفترض أن الشركة القابضة لقطن الغزل والنسيج وأنا أحد أعضاء مجلس إدارتها حاليا في بيت خبرة، أحد بيت الخبرة سيتولى تقديم دراسة تفصيلية لإحياء القطاع مرة أخرى وعودته إلى مكانته وريادته كما كان. طيب يعني هو حضرتك بتقول أنا مش مصدق، يعني مش مصدق التصريح ولا مش مصدق إن هم إزاي يلجأوا الفكرة زي دي؟ هو التصريح لا مش مصدق، يعني أنا لا أتصور إطلاقا أن الحكومة الحالية ومصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شابه سلبيات الخصخصة في الماضي إحنا نعيد إنتاج هذا النظام مرة أخرى. يعني المسألة ليست مسألة تأجير وإنما هو نوع من أنواع الخصخصة، يعني تأجير يعني هديها لمالك لمالك قطاع خاص. طيب استاذ يعني فتاح، يعني انا هعرض على حضرتك بعض اجابات الدكتور احمد مصطفى رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للغزل والنسيج اللي هو قالها بينفي فيها تماما ان هي خصخصه، ولكن بعد الفاصل اسمح لي تكون معانا حضرتك وهنتواصل بعدها عشان نشوف رد فعلك او ردك على هذه الاجابات بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زال معنا على الهاتف الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس نقابه العاملين بقطاع الغزل والنسيج، وهو معترض ويرى ان ذلك بمثابه خصخصه للقطاع، وهو مش مصدق ان ازاي يكون ده تفكير موجود في مصر الحديثه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب ما قال قبل الفاصل اللي كان معنا دلوقتي. خلينا نرحب فيه مره ثانيه بالاستاذ عبد الفتاح. اهلا بك مره ثانيه يا استاذ فتاح. اهلا بك يا فندم. استاذ فتاح، كان الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج معانا وقال ان ده تفكير سليم جدا وهو لا يمت باي صله للخصخصه، وهو كان الحل السليم والوحيد لزياده الاجور اللي وصل ل 2.2 مليار جنيه سنويا، فما كانش فيه اي بديل ان هم يلجأوا لهذه الخطه، وقال ان ده بيحافظ تماما على العماله ما فيش اي اضرار بيهم. رايك ايه؟
بعيدا عن تصريح الدكتور احمد مصطفى، انا بتصور ان يعني ما قريناه في الكتب وما مارسناه على الواقع هو التأجير، نوع من انواع الخصخصه، هو تأجير، هو خصخصه الاداره. التأجير اما خصخصه الملكيه بالبيع لمستثمر رئيسي او لعده مستثمرين، او الخصخصه الاداره. فالتأجير هو نوع من خصخصه الاداره، وانا لا اتصور اطلاقا ان المشكله في قطاع الغاز والنفط هي مشكله اداره، وانما هي مشكله صناعه تعرضت الى تدهور شديد، تامر عليها بعض اصحاب الاعمال من الداخل ومن الخارج بخروج مصر من صناعه الغاز، مثلما خرجت دول عديده زي المغرب وتونس والجزائر والاردن، والهدف الاساسي كان احلال صناعه بديله وهي صناعه الملابس. وانا لا اتصور اطلاقا ان كل الدراسات اللي احنا بنعملها والمؤتمر الذي نظمته النقابه مع غرفه الصناعات النسجيه مع القبضه الغاز والنسيج في 29 ديسمبر الماضي حول خارطه الطريق لانقاذ هذا القطاع، وكان المؤتمر تحت رعايه معالي رئيس الوزراء، ووضعنا خارطه الطريق وبدانا بالفعل في الشركه القبضه اللي بيراسها الدكتور احمد مصطفى في عرض 32 شركه على احد المكاتب الاستشاريه لتقديم دراسه لاحياء هذا القطاع مره اخرى، وبعدين اسمع تصريح مثل هذا الوضع. يعني من المفترض ان ده كلام قد يكون بيدور، اذا كان صحيح فهو يدور خارج نطاق ترابيزه مجلس اداره القبضه، لكن يعني لا اتصور اطلاقا ان احنا نعيد انتاج نظام الخصخصه الذي يعني اثر سلبا كثيرا على العاملين في هذا القطاع. طيب ايه الحل الثاني اللي كان ممكن من خلاله يتم؟ من قلت لحضرتك ان هذا القطاع في دراسه، في لجنه متشكله من برئاسه وزير الاستثمار، والشركه القابضه مجلس ادارتها طرح شركات الغاز على احد المكاتب الاستشاريه، وسيتم الترسيه على احدهما الخيار بين اثنين دلوقتي، لتقديم دراسه تفصيليه فنيه وماليه واعاده هيكله للقطاع لاحيائه مره اخرى. طب ده ممكن يتم امتى، او هيتم تقديمه لمين، ومين اللي هياخد القرار بتطبيق هذه الدراسه اللي هتقدموها؟ اعتقد ان احنا شركه القبضه الغاز والنسيج. طيب ما هو رئيس الشركه القبضه الغاز والنسيج نفسه موافق وبيقول ان ده لا خصخصه به، وانه ده اللي هيحل المشاكل في الفتره اللي جايه. هذا رايه، لكن رايه ده لم يعرض على ترابيز مجلس الاداره. هذا رايه، يعني هو احنا لكن وزاره الاستثمار هتطبقه. وزاره الاستثمار هتطبقه. وزاره الاستثمار هتطبق الفكره دي. والله وزاره الاستثمار هتطبقه بقى. يعني احنا في النهايه هذا القطاع على الدوله ان طول اهتمام لهذا القطاع. هذا القطاع من القطاعات الكثيفه العماله، من الممكن ان يستوعب 8 الى 9% من سكان مصر اذا ما طبقت تجربه الهند على هذا القطاع. هذا القطاع اعاده بنائه تبدا من ضروره زراعه اقطان قصيره ومتوسطه الثقيله غزيره الانتاج قليله التكاليف، ضروره تحديث الالات والماكينات، بعيدا عن النظام، اي انظمه من نظام الخصخصه. ولو طبقت هذه الفكره اللي هم بيتكلموا عليها، وان هو يعني تبدو ان هي في طريقها للتنفيذ، ده هيضر بالعمال من وجهه نظرك؟ نعم. هيضر بالعمال لو تم تطبيق هذه الفكره؟ يا فندم انا ما حدش عرض علي حاجه. انا لو طبقت العامة. لو طبقت. انا رئيس النقابه العامه لعمال الغاز والنسيج، وانا احد اعضاء مجلس اداره القبضه. عندما تعرض الفكره سندلي براينا. انا بسالك، اعتبر ان هي لن تطبق، ولكن لو حصل اللي هم بيسموه التأجير وحضرتك بتسميه الخصخصة. أنا بتصور أن التأجير، أنا رأيي أن التأجير نوع من أنواع الخصخصة. وقتها هيتضر المواطن أو هيتضر العامل. بالتأكيد أن الخصخصة مارسناها وطبقت من قبل نظام التأجير فيها وثبت فشل. نعم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الحي إبراهيم، رئيس نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج. طيب يعني الرأي رأي مؤكد أنه دي مش خصخصه، والراي الاخر يرى ان هي هو شكل من اشكال الخصخصه وهيثبت فشله، وان هو اساسا يعني بيقول ان لم يتم عرض هذه الفكره ومش مصدق الكلام ده جاي منين، وازاي رئيس مجلس الاداره بيقول كده. ده رايه الشخصي، ولكن ما ينفعش ان يكون ده راي الشركه القابضه للغزل والنسيج. طيب خلينا نرحب هاتفيا بالاستاذ محمد المرشدي، رئيس غرفه صناعه النسيج باتحاد الصناعات. استاذ مرشدي اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. نورنا. اهلا بيك يا فندم. راي حضرتك ايه في تاجير مصانع قطاع الاعمال العام المتعثره في الغزل والنسيج للمستثمرين او المستاجرين؟ لا احنا عايزين نحدد بس في الالفاظ، ما نقولش التاجير. نعم. احنا مع، انا شخصيا مع نظريه فصل الملكيه عن الاداره. ما يمنعش
ان الملكيه في كل دول العالم تبقى ملكيه قطاع اعمال عام ملك الدوله، لكن قد تكون الاداره لشركات اداره متخصصه في نفس المجال فتحقق نتيجه افضل واداء اقتصادي اعلى بالنسبه لهذه الشركه. يكون ليها استراتيجيه ان احنا خلال السنه دي هنعمل كذا وهنعرف ان احنا نرجع الشركه لمصاف معين. انا مش عايز اخد الموضوع بعلته ونقول تأجير وسياسة وهنحقق ونحقق، لا، لابد ان يكون الرؤية واضحة ومحددة ونوعية الشركات اللي هي هتقوم باستئجار هذه الشركات لابد ان العقود تحدد حماية اولا العاملين في هذه الشركات، حق الشركات في ان هم يعملوا تطوير وتحديث الالات والمعدات، ان هذه الشركات تكون لديها القدرة ولديها الخبرة السابقة في ادارة هذه النوعية من الشركات. ما روحش اجيب واحد مستثمر بدون خبرة واقول له تعالى دير في قطاع الصناعات النسجية وهو ما عندوش خبرة بالصناعات النسجية. لا طب واذا طبقت الثلاثة شروط اللي حضرتك بتقولها دلوقتي، سواء بحماية العاملين او بحقهم في التطوير بمعنى ان يتم استحداث الات او شراء الات جديدة، وأن تكون الشركة المؤجرة هي شركة لها خبرة سابقة، إذا طبقت فأنت ترى أن الفكرة عادي أن يتم تعميمها وهي ليست خصخصة كما يرى المعارضون؟ أنا برفض كلمة الخصخصة وضده وعنينا ما عنينا ضد الخصخصة مش ضد من يرى أنها خصخصة. أنا بقول بعد إذن سيادتك لابد أن نفصل الملكية عن الإدارة، ما يمنعش أن الحكومة ما تديرش الشركات لكن تستعين بشركات متخصصة مقابل نسبة معينة من الأرباح تدير هذه الشركات، وبالتالي تخفف العبء عن موازنة الدولة. نعم وضحت. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات، نورتنا من خلال رأيك بصوتك. نشكر كل حضراتكم على وجودكم معنا النهاردة في رأيك بصوتك. زي ما انتم عارفين بنتقابل الساعة 6 يوميا عشان نتكلم في أي قضية. بكرة هيكون موضوع جديد هنتكلم فيه وهنتناقش مع بعض، وزي ما انتوا عارفين الفقرة الأخيرة لو حابين تكلمونا تعرضوا أي مشكلة عندكم هنحاول نوصل لحل. بكرة موضوعنا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأت اليوم إلى روسيا لاحتفالها بعيدها الوطني، وأسئلتنا فيها كالتالي. عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا بدعوة رسمية، كيف ترى هذه المشاركة في احتفالات الذكرى 70 لانتصار روسيا على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية؟ دعوة رسمية وجهت من فلاديمير بوتين إلى نظيره المصري، ما تأثير هذه الزيارة على مصر سياسيا واقتصاديا؟ طبعا مصر علاقتها مع روسيا مؤخرا بتزداد تحسنا، وأخيرا هل تؤثر هذه الزيارة على العلاقات المصرية الألمانية، خاصة أن دي بمناسبة احتفال روسيا بانتصارها على ألمانيا؟ فهل من وجهة نظركم قد تؤثر على حرب ألمانيا؟ ده كله هنسألكم فيه بكرة وهنسأل الخبراء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل حتى نلتقي في رأيك بصوتك على نهار اليوم. إلى اللقاء.